منورنا ومشرفنا النجمين الجمالين كابتن وليد صلاح الدين. مساء الفل يا كابتن وليد. مساء الفل يا كابتن شوبير. مبروك لزيد. الحمد لله ماشي الحمد لله. مبروك لفيوتشر. اكسب لسه ماتش ودي. لا لا فرقه كبيره وان شاء الله ان شاء الله. والداخليه خسر والله بقى بس يعني دجله جاي. هي المجموعه كلها قويه جدا جدا. دجله وبتروجيت والداخليه والنصر والقناه ولا يعني مجموعه صعبه مجموعه كبيره. كابتن اللي يقرا اللي يقرا التسجيل بيك بيك الاول بس كابتن سامي. كابتن سامي دخلت كده دخلت نورنا بشرفنا كابتن سامي. كابتن شرف ليا كابتن. انا بس عايز اعقب على حاجه. اللي يقرا المجموعه بتاعه ممتاز بيه دي يشوف السنه اللي فاتت كوكا كولا ما كانتش في الحسبان ولا خالص. عشان كده هم يخلي بالهم من دي. ممكن فجاه تلاقي فرقه مش معمول حسابها فجاه رجعت كوكا كولا. احنا خدناها وبقت في مش كويسه. طيب قبل ما اتكلم على مصر وتونس باعتبارك يعني كابتن نادي الاهلي السابق كابتن نادي الزمالك السابق لازم اسالك سؤال على الاهلي. الاستعداد للسوبر الدنيا شكلها عامله ازاي؟ واسالك سؤال عن الزمالك النهارده بعد التغييرات اللي حدثت على الجهاز الفني مدى تاثيرها على كارترون وعلى الفتره القادمه في نادي الزمالك. ادي السؤالين من بدري اديتكم الامتحان اتفضل جاوب. يعني ان شاء الله النادي الاهلي حاضر باذن الله. وان كان الفتره دي في شويه لخبطه فيما يخص الاصابات لكن نتمنى ان شاء الله الايام القادمه الدنيا كلها تتلم. يعني ان شاء الله باذن الله الشناوي يكون حاضر بقوه. حمدي فتحي يكون حاضر. اتمنى ايمن اشرف مهم جدا بالنسبه لنا. ايمن صعب. ايمن صعب بس يعني لكن حمدي هيلعب ان شاء الله باذن الله وحجازه هيلعب. يعني بالنسبه للنادي الاهلي يبقى حمدي وقفشه والشناوي الثلاثه هيلعبوا ان شاء الله لما يخلصوا بطوله مع منتخب مصر يكونوا جاهزين. نعم. يعني ان شاء الله باذن الله. نعم. بدر بنون هناك حالته كويسه. عمار بدر البطوله دي كان حلو قوي. طبعا هايل ده هداف الفرقه جاب وخد وخدوا المنتخب خلدتش خدوا المنتخب ومؤدي بشكل رائع. صحيح. بصراحه واحد صحيح. من يعني هارد لك منتخب المغرب اصلا كله ولو الجزائر خسر كنا هنقول هارد لك منتخب الجزائر. الاثنين احسن من بعض. صح. يعني مباراه كبيره. نعم. واداء يشرف الوطن العربي كله. صحيح. لكن النادي الاهلي بيستعد الان انا من اصابه مثلا عبد القادر يعني بس سمع انه احتمال برضو صلاح محسن اللي بره خلاص. صلاح خلاص محمود متولي بره خلاص. الضمه برضو يا كابتن انت عارف بتخون يعني لازم يهدى عليها شويه لانه عنصر مهم جدا. صح. عمار الحمد لله المسحه سلبيه الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله الفرقه كلها ان شاء الله تكتمل والنادي الاهلي طبعا ان شاء الله الاقوى وجماهيرنا ان شاء الله في قطر. سفر الاهلي يوم 17 شايفه كان حاجه جيده 5 ايام قبل المباراه. مليون في الميه. ماتش الاهلي الثاني النهارده مع سموحه ان شاء الله اللي هتعمل عمل ماتش مع طلائع الجيش وكان ماتش فيه طحن. صح. وشغلانه تعادل. اتفرجت بقى مصطفى جابهولي فاتفرجت شويه ولعب شوط وبدا يدي الاولاد كلها ولعب زياد ولعب مش عارف نصير ولعب الاولاد الصغيرين كلهم. يعني شايف انه الماتشين دول كان الاهلي محتاج لهم يا كابتن وليد. طبعا مليون في الميه. ما سمعت حضرتك في الراديو كمان. نعم. وانت بتقول كنت خايف على النادي الاهلي لو ما عملش ماتشات وديه. فمهم جدا ماتشين مهمين بيأهلوا اللعيبه اللي قاعده بقى لها فتره كبيره جدا بعيده عن المنافسات الرسميه فبالتالي مهم جدا انه يأهل كل اللعيبه. ميكسوني بقى ما بيلعبش بقى له فتره. نعم. حسام حسن كان راجع من اصابه. عبد القادر الضمه. عمار. عايزين نعرف حاله متولي ايه. متولي خلاص. متولي خلاص صعب. صعب. رامي ربيعه شغال كويس. هاني شغال كويس. هاني كويس. نتمنى رجوع الاصابات والنادي الاهلي اول ما بيكتمل. وكويس ان النادي الاهلي رايح بدري ان شاء الله يبقى على العهد. يعني النهارده كان هناك قرار باضافه عنصرين كابتن مدحت عبد الهادي كابتن امير عزمي الى الجهاز الفني لنادي الزمالك. شايف تاثير هذا القرار على جهاز الكرة في نادي الزمالك خاصة تصريحات كارترون كده ايه؟ قال لك والله انا ما اعرفش حاجة. بص ومن حق رئيس النادي يعمل اللي هو عايزه اللي قاله كده بالظبط يعني. بص وعندي معلومة انه انا عندي معلومة مش ما بقولش اي كلام انه كلم المحامي بتاعه. بص يا كابتن اول حاجة ده قرار صائب وده طبيعي صائب. جدا. طبعا ده طبيعي. نعم. جدا لان خلينا نتكلم ونقول النهارده انت ليه رافض يبقى في عنصر مصري موجود معاك في الجهاز؟ ايه السبب؟ مش حابب؟ طيب خلينا نتكلم كده بواقعيه. لو جالك لا قدر الله كورونا او جالك عيا وده واقع كلنا. نعم. بنعيا كلنا بيجي لنا في الوقت اللي احنا فيه ده بتلاقي فرقه فيها 8 كورونا 7 كورونا 6 كورونا والواقع ممكن يبقى فيه مدير فني. نعم. مين اللي يدير؟ مين اللي يدير الماتش؟ صح. ما هو برضه لازم نحط في الحسبان مش كل صحيح. حاجه انت عايزها هتتنفذ. نعم. ما في حاجات برضه بالعقل. انا النهارده باجي اشتغل في الملعب يا كابتن هل هينفع امسك 30 35 انا لوحدي؟ مستحيل مستحيل. انت عارف حضرتك عارف في شغل تخصصي في ناس بتبقى اسم الملعب في فترات ناس بتشتغل على المرمى ناس بتعمل تقسيمات. طب مين اللي هيمسك بتاع الاحمال؟ طب حضرتك النهارده عندك ماتش او مسافر بره وعايز في مجموعه كبيره هتقعد
هل مدرب الاحمال اللي هيشتغل معاهم ولا راجل فني يشتغل معاهم تمرينات او حتى العدد لو كتير تعمل لهم ماتش ودي؟ مش ده ممكن؟ طب كل الكلام ده مش هيبقى موجود ليه؟ ما انت تقول انت دلوقتي مدرب محترم، انا اتعاملت مع راجل محترم جدا جداً وشغله جداً كويس، طب ما انا عايز ناس تستفيد منك. أي. صح ولا لا؟ انا عايز اعمل كوادر ياخدوا من شغلك ينفذوه بعد كده كمدربين بروفيشنال ومدربين مدربين فنيين. فهو ده الطبيعي يا كابتن شوبير، لكن اللي ما يحصلش هو ده المش طبيعي. ان انا اقعد على الدكه جنب اتنين بتوع احمال، الراجل قاعد جنبك وفي واحد تاني موجود الدكه فيها اتنين احمال، ده مش طبيعي. طيب هو بس انا بتكلم تاثيره على الاستقرار، هو مش حابب، هو مش حابب ومش عايز، ومش ودي عايز. ودي غريبه ان الراجل عنده مشكله كبيره جدا. ما بثقش في حد بسهوله، مش اي حد يثق فيه. كان بيثق في سامي الشني جدا، ما دخلنا معاه هو كان اول مره يجي. فلما جيت اشتغلت معاه يا كابتن انا عارف حدودي وعارف شغل كويس جدا، وانا بشتغل عشان خاطرك انت، اللي انت عايزه انا بعمله لك، عايز تقارير بعملها لك. بس انا عارف انك كنت بتختلف معاه في الاراء الفنيه وهو كان بيرحب، هو كان هو بس في الاخر انا بقول له صاحب الراي والاخير انت طبعا، ما بس بياخد كان بياخد بالراي لانه كان حبيبنا. المجموعه اللي كانت موجوده كان كنتوا مخلصين فوق ما تتخيل، كنت امنه لان احنا امنه عليك، لان انت المدير الفني، احنا عايزين ننجحك. احنا في الاخر احنا عشان اولاد نادي الزمالك احنا جايين ننجحك. تمام. فهو الراجل لما خد معاك الشغل وبدا بعد فتره يشتغل معاك بقى في امان. أيه. الامان يديك محاضره، تخيل لما اديك محاضرتين، محاضره قبل الماتش بالليل ومحاضره الماتش. انت اللي محاضرة يوم الماتش، انت اللي بتعملها. انا اللي عملتها في الملعب اللي هو ساعه الماتش. ما انا بقول لك بقى انا بالليل اللي باخدها. بالليل كنت باخدها اشرح بقى الحاجات اللي هي الهايلايتس بتاع كل الفرق اللي بنلعبها. الحاجات الدفاعيه بتاعتهم الهجوميه، ضربات الثابته كنت بشرحها بالليل. لكن مره حصلت قال لي انت ماتش زيسكو هناك انت اللي هتقوله، لان انا حصل لي مشكله، وقعت من على الترابيزه بقى في الستاره، وقعت حصل اتعورت فقراتي، فما كنتش هسافر. المدرب الاحمال ساب الفرقه ومشي، فمبقاش في غير مين؟ امير والراجل. فقلت له لا انا هسافر. كنت تسافر؟ فردوا لي كده في الطياره، ونمت في الطياره وكنت مركب رقبه، فروحت هناك. فقال لي بص اللي انت عملته ده انا بحترمه جدا، انت هتقول محاضره الماتش بس دي حاجه زيسكو هناك، بس دي حاجه محترمه. انا بحكي لك الراجل راجل جدع جدا. بس لما يحبك ولما يحس انت قريب منه، لما يثق فيك ويثق فيك يديك اللي انت عايزه. تقف على الخط، هو ما خليش حد يقف على الخط. لما يقول لك وقف، لانك حاسس ان في امان، خلاص انت مش هتتعدى حدودك. فهو دي الثقه. لكن هو ما ينفعش، ما فيش حد، ما ينفعش نادي الزمالك بكبره بحجمه مابقاش في حد. انت ما جاوبتش عليه. انا موافقك انه لازم يكون في حد استقرار الفريق. راجل انت بتقول مش عايز، يعني لو كانوا جابوا له سامي الشيشيني كان هيرحب. وفي نوعيه طبعا للكابتن مدحت والكابتن امير، دول حبايب يعني، هو ناس محترمه. وانا بحيي امير عزم انه مسك بصراحه مساعد، لانه كان مدير فني وكان راجل مساعد لكابتن خالد جلال في البنك الاهلي، فانه يمسك تالت دي برضه تحسب له. مدحت حد محترم جدا وبتاع شغل وملتزم، فهم هيساعدوك. وناس ما عندهاش طموح انها تركب مكانه. استقرار الفريق تاثيره ابقى للمره الرابعه، وحسب ما الراجل عايز. ما الراجل ممكن يبقى معايا اتنين وهمشهم. هم دورهم مش عايز يا كابتن. لا هو مش عايز خلاص. وهو ممكن يعني ممكن يبقى فيه صدام في الاول. ممكن يتلكك لهم بلغه الكوره. لكن دورهم هم دور الكابتن مدحت عبد الهادي ودور الكابتن امير عزمي مجاهد، ان انا اطمن الراجل جدا جدا من ناحيتي، وابتدي اعمل الاستقرار اللي حضرتك بتقول عليه. يعني ده دورهم هم الاثنين، ان دخولهم يكون جوه الفريق بهدوء، ياخد باله جدا جدا بحساسيه شديده جدا، ما يقولش حاجه غير لما تطلب منه. يعني مش اول ما يدخل في التشكيل ويدخل في التكتيك، هو يطمن الراجل من ناحيته الاثنين. وهم الاثنين نجوم كبيره، واظن ان هيعملوا كده. والراجل يعني اذا خد بس شهر بدون اي مشاكل، انا بقول لك ان الدنيا هتمشي. شهر اذا خد شهر ما ده دورهم، ممكن يعملوا كده. على فكره يا كابتن، العلاقه كويسه جدا بينهم الناس اللي شغاله قبل ما يمشي. بس حصل بعض المشاكل ساعه في كورونا، وتاجلت افريقيا وتاجلت الفلوس، وما بقاش في فلوس، فهي دي. لكن الاول كانت العلاقه كويسه. ما اعرفش لما رجع، ما اعرفش بقى. انا طبعا ما دخلتش جوه واعرف علاقه ايه بينه وبينه، كان علاقه كانت بامير كويسه والمستشار كانت كويسه. لكن انا حاليا ما يعني بعتقد انها كان لازم يبقى في مرونه من الاثنين. احلى كلمه تمشي. احلى كلمه قالها سامي الشيشيني هي لازم يبقى في مرونه من الاثنين. احلى كلمه قالها الكابتن وليد انه ندي لبعض فرصه شهر عشان ناخد الثقه ما بيننا وبين بعضنا، لانه في النهايه ده نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير. ولما جرب الاستقرار شويه خد بطوله، والناس كانت سعيده جدا وكانت فرحانه بنتائج نادي الزمالك وفوزه ببطوله الدوري الموسم الماضي. خلينا نقفل الملف ده، وبالتالي نروح لفاصل. بعد الفاصل نفتح ملف الدور نصف النهائي لبطوله العرب، مصر مع تونس، ولو عندنا وقت ان شاء الله قطر مع الجزائر.
بينا بقى حضراتكم على مباراة مصر وتونس نصف النهائي الأول لبطولة كأس العرب اللي بيحتضنها استاد 974 في الدوحة النهاردة والساعة 5، وبعدها الساعة 9 مباراة قطر والجزائر. كابتن سامي، شايف المباراة ازاي؟ هي طبعا خلينا نتكلم ونقول يا كابتن ان دي المربع الذهبي. نعم. ما فيهوش المجازفة، في الحسابات بتبقى مختلفة عن أي ماتشات تانية لأن الخصم كمان مختلف هنا، خصم تقيل، خصم عنده مجموعة لعيبة مهارية كويس قوي، عنده كثافة على طول في الهجوم، عنده لعيبة ممكن تصنع الفرق في أي وقت، فأنت بتلعب منتخب تونس منتخب تقيل، فالنهاردة حساباتك لازم تبقى مختلفة، عكس ما كنت بتلعب مثلا الأردن، فأنت بتهاجم بشكل كبير جدا، يبقى الكثافة الهجومية عندك، هنا لازم يكون في اتزان بقى مع تونس، اتزان وعدم مجازفة. اتزان. طبعًا. اتزان بشكل كبير جدا. تاني حاجة أنت بتتكلم أنت خارج من إكسترا تايم، فأنت مرهق. هو بالنسبة له لا، مش خارج من إكسترا تايم، فدي برضه عندك بعض اللعيبة لسه رجع ودي راحة، عندك لعيبة كانت مصابة وبنسبة كبيرة هترجع، فأنت عندك حسابات كتيرة يا كابتن شوبير في المباراة دي. حساباتك فرقة كبيرة بتقابل فرقة كبيرة، في اتزان الهجمات بتاعتك لازم تسحب وتلعب أنت على المرتدات، لأن هو لو سحبك ولعب على المرتدات هو عنده مجموعة لعيبة مميزة جدا، عنده الجزيري سريع. تعالى ناخد التشكيل، يعني معز حسن حراسة المرمى، محمد دراجر، بلال العيفة، ياسين مرباح، أمين بن حميدة، غلان الشعلالي، فرجاني ساسي، نعيم السليتي، حنا بعل المجبري، يوسف المساكني، وسيف الجزيري. ده التشكيل الأساسي. التشكيل تقيل لأنه بيجمع ما بين المهارة والقوة. كمان مجموعة اللعيبة يا كابتن مهارين، المساكني بيصنع الفارق، حنا بعل ده بالنسبة لي كان اكتشاف، هو طبعاً. محمد دراجر. محمد دراجر ده يا كابتن انا بتفرج على الباك اليمين ده عصري. ده لعب بالصوت لما المسوسه جاله كورونا. طبعا ده باك، ده باك، ده هيبقى في حته تانية. نعم. عالميا كمان، مش بتكلم على افريقيا ولا عربيا، لان ده خد احسن لعيب في المباراه اللي فاتت، لعيب هايل قوي جدا هجوميا وقوي جدا دفاعيا، وعلى طول السليتي بيفتح له عشان يكمل هو في الجبهه دي، لان بيخش المساكني مع السليتي هنبعل بيبقى شويه من تحت شويه، لكن هم عندهم مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا يا كابتن، عندهم مشكله في الحته اللي قدام ال 18. نعم. ودخل فيهم الاهداف اللي دخلت، هتلاقي العدد قليل. العدد قليل على طول في الحته اللي قدام ال 18، ما بيضغطوش هم ماهرين قوي، الضغط عندهم قليل جدا. نعم. عندهم العدد الكثافه لما تكون كره على الطرف، العدد بيبقى كتير جدا جوه ال 18. ضربات الثابته اقوياء اللي ليهم كويس جدا، العدد بيبقى كتير جدا جوه ال 18 وعلى دماغهم كويس. لكن عندهم مشكله في الدفاعيه، الضربات الثابته الدفاعيه او العرضيات عندهم برده فيها مشكله كبيره. فانا زي ما قلت لك، هي مباراه لازم يبقى فيها اتزان، مبقاش فيها مجازفه، ونشتغل مع المباراه حته وما ينفعش اخش فيك هدف بدري. طيب كابتن، وانا قلت كده برضو انه ما تسمحش اخش فيك هدف بدري منه. التشكيله دي قدامها محمد الشناوي، اكرم توفيق، احمد فتوح، احمد حجازي، محمود الونش، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشه، زيزو، حسين فيصل، مروان حمدي. خلينا بس يعني نحط الاثنين في كفتين كده. كابتن سامي قال التشكيلة التونسية تشكيلة قوية جدا وتشكيلة محترمة، غير كمان اللاعب المدافع لاعب روبن كازان الروسي انضم لهم النهاردة في أو امبارح في البعثة التونسية، وكل الناس هقول لكم اسمه ايه حالا، وكل الناس بتقول انه من اللعيبة الجيدين. يعني لما نقارن بين السكواد بتاع مصر والسكواد بتاع تونس، لا انا شايف ان يعني الفرقتين في قوة واحدة، قوة واحدة. لا تونس مش اقوى ابدا، بالعكس احنا ارقامنا. اسمه منتصر الطالبي اللي انضم، ده لاعب روبن كازان، وهو كان مسجل وكانوا عاملين حساب ان هم هيوصلوا سيمي فاينل، وجه بالفعل بعد السيمي فاينل. احنا ارقامنا احسن في كل حاجه، سواء في مستوى التهديف، سواء في الاهداف اللي دخلت مرمانا، في الاهداف اللي احنا جبناها، حتى في التحصل على ضربات الجزاء. لا انا شايف ان احنا اذا لعبنا بس الاول صح، اهم حاجه نلعب صح، اهم حاجه ما يكونش في افكار. اولا كل التحيه لكل اللعيبه والجهاز الفني، وحتى للجماهير المصريه في قطر. طبعاً. حاجه جميله جدا. طبعا واصلين لمستوى، واحنا كل الدعم والمسانده دلوقتي. بيقول لك رابطه مصر الاهلي والزمالك مع بعض وبيتحركوا مع بعض، لما انا زمان قلت انه الاهلاويه كانوا في استقبال الزمالك ساعه ماتش السوبر، والزمالكاويه كانوا في استقبال الاهلي، بعض المجانين طلعوا على السوشيال ميديا وقعدوا هجوم، قلت لهم انا مصمم على رايي. لا حاجه رائعه. بص الارقام يا كابتن شوبير كلها في صالح منتخب مصر. كلها في صالح منتخب مصر. احنا
اقوى في كل الارقام. نعم. يعني باستثناء دقه التمريرات هي 81 و82، لكن طبعا علشان هم بيقفوا على الكوره زياده في نص الملعب، خصوصا في وجود ساسي. انت بتلعب كرات طويله اكتر شويه. بالظبط. نعم. احنا السرعه عندنا اقوى. خد بالك هم بيحبوا يستلموا في رجليهم. يعني احنا لو قلنا ساسي بيحب يستلم في رجله جدا، نفس الوضع يوسف المساكني، واحد من احسن اللعيبه في البطوله، ولكن بيحب يستلم في رجله وبيلعب على طول على الثابته. والحكم من وجهه نظري ان هو هيتاخر قوي ان شاء الله باذن الله في الكروت. انا عايز نلعب بقوه، لان هم عندهم نعيم السليتي بيستلم في رجله، حنا بعل، كلهم لعيبه كويسه، بس من وجهه نظري احنا اقوى لو لعبنا في نص الملعب بقوة. لو السولية مع اذا مهند لعب او حمدي لو جاء يبقى حاجة هايلة. الاثنين طبعا اقوية جدا. انا شايف ان احنا لو لعبنا عليهم بضغط عالي في نص الملعب تحديدا، وخصوصا كمان اكرم لو لعب على يوسف المساكني ما يخليهوش يستلم الكرة، او لو استلم هو اكرم بيعملها بشكل كويس قوي، لعب على يوسف البلايلي بشكل كويس قوي. ان انت اول ما يستلم تدخل على طول، حتى لو هتعمل فاول تكتيكي، لكن ما تديش ليوسف فرصه انه يستلم ويرفع عينه ويبص، لانه لعيب حريف. وهيقدر يعمل جمل مركبه. لكن انا شايف ان احنا روحنا اقوى، شايف ان احنا سرعتنا اكتر. نعيم السليتي بيحب يستلم في رجله، حتى حنا بعل وهو متحرك لكن بيحب برضه يستلم في رجله. يوسف المساكني طبعا بيحب يستلم في رجله جدا. ساسي بيحب تدوير الكرة. انا شايف ان احنا لو اشتغلنا بقوة زائد حتة التصويب، عمرو السولية بشوط كويس قوي. انا جبت الجون اللي دخلت فيهم كلهم يا كابتن وليد، كلها تسديدات ومن الحتة اللي قدام ال18 اللي هي عمرو السولية شاط منها في مباراة الاردن. نعم. قفشة من وجهة نظري يلعب رقم 10. ولو الراجل مصمم على 4-3-3 مفيش مشكلة أبدا، حمدي فتحي رقم 6 على يمينه السولية، على شماله قفشة، مفيهاش مشكلة خالص. هو بدأ يظبط الناحية دي شوية، وهو قفشة بيعملها كويس جدا. وحتى في حواراته في المؤتمر قال يا جماعة أنا بنفذ تعليمات مستر موسيماني في النادي الأهلي أو مستر كيروش في منتخب مصر، بلعب في المكان اللي هم يقولوا لي عليه، ومنها أنا بنطلق لمكان تاني. يعني قفشة لو لعب في ثالث نص ملعب هتلاقيه أول ما الكرة تبقى معانا يروح ورا غلان الشعلالي وورا فرجاني ساسي عشان ياخد الحتة اللي سامي بيقول عليها اللي هي رقم 10. فبيعملها بشكل كويس قوي وهو متميز. ولو تفتكر هدف النادي الأهلي في الزمالك الأول هو قفشة كان هنا وجي هنا، حتى مع منتخب مصر الألعاب اللي بيلعبها ممكن بيبقى ناحية الشمال ويدخل لجوه يبتدي يستلم من ورا خط الدفاع، بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي. أنا بس كل اللي عايزه ان احنا نبقى اقوياء في نص الملعب. نعم. يعني خصوصا على فرجاني ساسي لازم يبقى في قوه، على يوسف المساكني لازم يبقى في قوه، ما اديلهمش فرصه. على سيف الجزيري لازم يبقى في رقاب. سيف الجزيري كده كده، وطبعا غير المواجهات الثنائيه بقى اكرم توفيق هيلاعب علي معلول، ذكاء شديد جدا. ولو تفتكر الجزائر كانوا عاملين حاجه مع المغرب رائعه. اي فاول في اي حته واحد يروح واقف، ما مش هتتلعب لغايه لما نبص احنا فين. الحاجات دي شمال افريقيا كله متميز بيها. بص الراجل اللي داخل على ال 18 ده كابتن، هات لي بقى مين في المربع اللي هو الفاضي ده، مين اللي قبله؟ ولا اللي هناك حد قبله، ولا واربعه فاضي، ولا اللي جاب الجون، ولا الاربعه اللي جاب الجون. وهات الكوره بتاعت ساسي لوحده في مساحه، ولما اتقطعت الراجل راح وشاط ومحدش قبل. ده في ماتش سوري. نعم. فدي بص المسافه، بص لكل المربع لسه لغايه دلوقتي محدش جه. بص كل دي قد ايه الفاضي بتاعها، لحد ما شاط محدش جه. هي دي بقى مشكلتهم، اللي بيزيدوا كتير والعدد كبير، 2-4-6 واحد على الارض بس 7. كله داخل على 18. بس المشكله اللي احنا ساعات بنعملها اللي هو التواجد بس التحليل بالظبط كده. يعني لو انت جبت الهدف ده من الاول، بص الضغط على فرجاني اهو، ده اللي انا اقصده. بص لما ضغط على المساكني، مش فرجاني المساكني لعبها لفرجاني. بس بص الضغط على ده مين؟ ده فرجاني. ده ساسي فرجاني صح. بص لما ضغطت عليه جامد، وده اللي مسكني عايز يلعبها له تاني، عايز يلعبها له تاني 1-2. تمام. بص ضغطت هنا جامد. ايوه كمل بقى، كمل عادي. بص حتى طلعوها ضغط عالي في نص الملعب، وهنا بقى وقف الدفاع بتاع نعيم السليتي او
اللي مسكني مش قوي مش اقوية يعني يقدر اكرم يدوس على الكرة ويعدي وبيعملها كويس ويعدي يوسف سهل وبعد لما تعدي تبتدي تلاقي المكان اللي سامي بيتكلم عليه هنا مساحة كبيرة جدا جدا فاضية والراجل حتى رقم 4 بص وكل ده محدش جه بص كمان وسع لنفسه ازاي يا كابتن دي محتاج عمرو السولية ايوه ارجع كده معلش ارجع في الباص ده ارجع كمان وهي محطوطة ارجع كمان بص رقم 4 يا كابتن هيعمل ايه بس هنا بص رقم 4 بياخد ترن مزبوط. شايف بيوسع لنفسه علشان هو نفسه. هو محضر نفسه انه هسندها فاكر الكره اللي فاتت اللي قلت لحضرتك ان عمرو السوليه خدها من تحت رجليه مزبوط. محتاج انه بص عشان يتمطع فيها ده بص دخل وراح وكل ده بتشوف قد ايه يا كابتن المساحه فاضيه خلص. حتى ساسي وما راح على فين ما راحش على هيلعب راح على على ال 18 فالمساحه دي كلها فاضيه حتى ما اتقطعت في ساسي في ماتش سوريا لوحده في مساحه كبيره جدا مش حد فلازم الضغط الاساس عنده مشكله عنده البطء هو مهاري كويس لكن عنده بطء لما تضغط هتلاقي نفسك قريب من ال 18 بتاع فريق توتس تضغط عليها سامي ما تخليهوش حتى يفكر لا 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 بالذات يوسف اللي مسكني وفرجاني ساسي لو حطوا الكره تحت رجليهم ورفع عينه هيبص صح وممكن يودي للجون لان الاختيار الاول على طول لفرجاني ان انا ابص قدام خلينا اسالك طيب نروح لفاصل ونرجع تاني قبل ما اسالك لسه هسالك نصر قال لي محتاجين فاصل ونرجع تاني شوف اللي يعطي توقعات في دربي وخاصة دربي مغاربي خاصة بين مصر وتونس صعيب معنا باش يعطي توقعات الفريقين الاثنين فينا نسق تصاعدي بطبيعة الحال مصر وتونس لو كانت لعبة في مصر ولا في تونس ما تعرفش شكون اللي يغلب ولا شكون اللي يخسر على العموم إن شاء الله نشوفه مباراة جيدة تليق بمستوى الكرة العربية والكرة المغاربية والكرة التونسية والكرة المصري المغاربية يعني شمال افريقيا شمال افريقيا يعني ان شاء الله بالتوفيق بالنسبة للمنتخب تونس يعني تونسي طبعا نحب تونس ولكن اذا تعدى مصر نادي مصر دلوقتي كوتش اذا تتعدى مصر نشجعوها اكيد احنا اخوات واشقاء ماتش صعب معنا ماتش دربي كما نقولوا احنا ان شاء الله معنا اللي يكون خير واللي يكون في نار وان شاء الله يربح كأس عربية ذي معناها كأس ممتازة منظم على آخر معناها حاجة إن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله أنا نحب تونس تربح وإن شاء الله اللي يكون خير إن شاء الله يربح ما فيش توقع إن شاء الله كما قلت لك اللي يكون خير تكون فما روح رياضية خاطر مصر وتونس أخوة في الآخر كأس عرب كويسة وجيت يعني في قطر بلد اللي تحضر بها كأس العالم وناس كل عارفة أني كأس العرب هي دي تحذير بالنسبة لقطر تحذير لكأس العالم في غيابات بس يعني أي منتخب ما يزموش يقف على أي لاعب يعني فاهم اللي يجي يعوض يزمو يعوض أحسن من اللي ماوش موجود يعني والحمد لله اللي موجودين يعني بيقدموا في أداء كويس ممكن يعني محمد علي بن رمضان يرجع بعد الإيقاف اللي خذوا في الكارت الأحمر اللي خذوا مع سوريا منتخبين كويسين كلهم كويسين وحتى مصر معناه أكدوا الصدارة متاعتهم يعني فهم كسبوا الماتشات اللي يزمو يكسبوهم ويهدوا لحد الآن بيقدموا فيها ده كويس يعني طبعاً هي أنت ميل تونس عشان تونسي فاهم بس في الأول والآخر اللي نقوله إحنا اللي على الملعب أحسن ربي وفقه ما شاء الله فلسطين عجبتني فيهم لعيبة كويسين يعني بالوضع اللي عايشين وربي يعاونهم ويصبرهم بس كانوا كويسين ما شاء الله اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين بجد ترحيب بضيوف الاعزاء كابتن وليد صلاح الدين كابتن سامي الشيشيني هل هي مباراه البدلاء يعني مباراه مصر والاردن كانت مباراه البدلاء خاصه عندنا يعني والله كابتن مش دايما يعني مش دايما هو كان في توفيق المره اللي فاتت انا احساسي في تغييره كده انك خايف انك قلقان من المباراه دي ده طبيعي يا كابتن انت بتلعب خصم انا مش قلقان على غير عادتي انا قلقان على طول بس على غير عادتي مش قلقان مش عارف ليه يعني ما تقوليش ليه بس انا مش قلقان ما عنديش حاله من الاطمئنان بس عندي حاله من الثقه شويه لا هو في ثقه طبعا في المنتخب بعد الاداء اللي عمل الحمد لله والنتائج لكن برضو بتقابل فرقه تقيله ساعات التوفيق بقى معاك انا مش قلقان انا سقعان عشان اكون امين معاك هو يعني. بس عندنا ميزه كويسه كابتن زي ما حضرتك بتتكلم ان عدد اللعيبه اللي جاب اهداف كتير
نعم. عكس تونس، يعني تونس الثمان اهداف اللي جولهم ثلاث. طب وده كويس لينا ولا مش طبعاً كويس لينا؟ كويس ان التنوع في اللعيبه، المساكين بتجيب، اللي تراب بتجيب، الديفندرات الفراوده، فده التنوع حلو. عكس تونس، تونس لما تيجي تبص 8 جوال، عندنا 10 اهداف 9 مسجلين، هم عندهم 8 3 بس، 4 الجزيري والفرس العربي، فرس بالعربي والجزيري والمساكن والجزيري، هم دول اللي جايبين 4-2. فالتنوع ده ميزه ان انت بتعرف تجيب اهداف وفي نفس الوقت عندك مجموعه لعيبه كتير. لكن طبعا زي ما قلت حركه مباراه، فهيفرق معانا جدا لما يرجع اكرم. انا كان عندي مشكله الماتش اللي فات ان الجبل ناحيه اليمين دي كانت بالنسبه لي مشكله، احمد ياسين مع عمر كمال عبد الواحد الاثنين لسه بيبداوا. هو مين اللي بكرات في الاخر، محمد عبد المنعم ولا احمد ياسين؟ محمد عبد المنعم دخل وكان قدامه مروان، ودي كانت غريبه بالنسبه لي. غريب، لا عبد المنعم بيلعب باك يمين ولا مروان؟ بقول لك ايه، اخر ربنا، ما انا ما ده اللي بتكلم عليه، بتاعت ربنا، لانه الاثنين مش في مركزهم، ومروان يجيب الجول ويجيب جول وبعدين مكمل كفير، وكتبت على تويتر قلت كفير غريبين يعني، ما كفير والتاني مكملها بشكل كويس قوي جدا، وبعدين عمل راسه حلو وبعدين كويس كمان. فهو انا بالنسبه لي رجوع حجازي لو بدا حمدي فتحي مع اكرم، ده تقل كتير جدا، كبير جدا للمنتخب تاني البدلاء. يعني مثلا بتكلم على واحد زي احمد رفعت، نزل مره قدام السودان جاب جون حلو قوي، نزل قدام الاردن كان دور كبير جدا، مؤثر جدا جدا، مؤثر جدا طبعا طبعا، واحد من احسن لعبت البطولة في التغيير. طيب وخد بالك يحافظ على دي، السؤال بقى يحافظ على دي، طب انا عايز العب اساسي فتحرمني ليه؟ ما هو في الاخر يعني الافضل للمدرب يقعده، لا يقعده طبعا والله طبعا كابتن حسن طبعا. عندك خمس لعيبة او تقل بره تستفاد منهم لما الريتم يقع، اصل انت عندك ميزة الفرق كلها بتيجي الشوط الثاني الجزائر بيقع بتقع حتى تونس وقت من الاوقات، انت عندك الميزة ان اللي حضرتك بتنزلهم فايقين. انا كنت الماتش اللي فات كنت بحلله يا كابتن، كان لازم قفشه لازم يبقى موجود، قفشه عنده ميزه المرونه التكتيكيه كابتن، في لعيبه انت حضرتك وليد عارف في لعيبه ممكن تهرب من الكوره، ما انا عارف انا وليد بس اللي يعرف، ما انا برضو كمان ما انا بقول لحضرتك عارف وليد ليه، ما تقول انت وليد عارف ايه؟ وليد عشان هو كان بيلعب، وليد كان من اولي يروح ياخد، ما انا كنت ببص له من ورا، ما حركت ورا بس هو ليه كميزه كان بيقول لهم ادوا وليد على طول، تعرف انا مش عارف الماتش والله مش بهزر، هو ده اللي انا بتكلم عليه والله ما بهزر، باصل وليد هو اقنعني، هو بيروح ياخد صح، مش اي حد يروح ياخد، الناس بتخاف تخاف بس الناس مدريه في حته التغيير دي يا كابتن. المدير الفني يتمنى ورقه زي رفعت حلو، زي ما كان جده مع خد هداف افريقيا مع كابتن حسن شحاته، انجولا ولا غانا، كانت انجولا باين، كانت انجولا تقريبا في 2010 يعني لو بدات بحسين فيصل هتنهي برفعت، لو بدات برفعت هتنهي بحسين، لكن انت واثق في مين بنسبه 100% لما ينزل رفعت هيبقى كويس، برافو عليه، هياخد رتم المباراه. انت بص اداؤه في انت بص اداؤه كابتن شوبير في الشويه اللي نزلهم، بص رفعت في الهدف اللي جابه، بص تحركاته يعني لا رفعت امان جدا ان هو يكون احتياطي وينزل. فعلشان كده برضو مهم جدا واحنا بنقابل منتخب تونس ان احنا نلعب صح، نبتدي التشكيل صح، نبتدي الاماكن صح. قول لي التشكيله المثاليه من وجهه نظرك، التشكيله اللي عندنا الشناوي، اكرم، حجازي، الونش، فتوح، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشه، حسين فيصل، زيزو، مروان حمدي، كلها صح من وجهة نظري، بس محمد شريف يبتدي كراس حربة على حساب مروان، لكن التشكيلة كلها 10-10، أكرم وفتوح باكين على الأطراف، حجازي والونش طبعا لو حجازي جاهز، لو مش جاهز طبعا هيبقى أحمد ياسين، أحمد ياسين والونش في نص الملعب، حمدي فتحي والسولية 100%، زيزو ناحية اليمين، قفشة رقم 10، حسين فيصل ناحية الشمال، ومحمد شريف كراس حربة. هو بص يا كابتن، هو شريف بيديك مرونه ان هو ممكن يلعب كفير والتاني، ودي ميزه ان هو بيجي من تحت يكمل مع مروان لو انت احتجت تلعب بفرودين جوه ال 18. فانا شايف ان مروان بدل خد الثقه الماتش اللي فات يبقى يبدا الماتش ده، يبدا يعني هو خلاص خد الثقه، طالما الراجل مقتنع بقى خلاص احنا نسانده يعني مش هنعاني بالظبط، هو راجل مقتنع بمروان وحابب مروان، عشان كده احنا قلنا حتى لما نيجي نحط التصور بتاع كاس الامم هتبقى في مشكله في مروان وشريف، في مصطفى لما ما يجي دي هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لاحمد ياسر، لكن هو الراجل زي ما انت حضرتك بتتكلم كده، مروان المكنه فتحت، المكنه جابت هدف الماتش اللي فات، لا من حقه انه يبدا الماتش ده، من حقنا ان احنا نبقى وراه وكل الناس لازم تبقى وراه، لان خلاص زي ما انت حضرتك بتتكلم الماتش اللي جاي ده ماتش تقيل، ولازم عندك البديل يبقى كويس زي ما حضرتك بتتكلم، لان الريتم لازم هيقع مع الوقت، ممكن توصل اكسترا تايم، ممكن توصل لمدى بعيد، يبقى عندك الدكه اللي بره ما يقعش الريتم، اللي ينزل يعلي الريتم ما يوقعش الريتم،
يعني لما يكون عندك رفعت او شريف او انا ما اعرفش طبعا هيبدا بزيزو ولا هيبدا بمصطفى، فالنهارده يبقى عندك مصطفى قاعد بره، يبقى عندك نص ملعب مهند لاشين موجود. مصطفى بديل ولا يبدا احسن؟ انا شايف بديل يا كابتن، بديل احسن. بديل وليد برضه. بص يا كابتن، الراجل ده اقنعنا ان المستويات كلها قريبه جدا من بعض. صحيح. كلهم لعيبه كويسه. يعني ابتديت بمروان، ابتديت بشريف، ابتديت بزيزو، ابتديت بمصطفى فتحي الناحيه الثانيه، ابتديت برفعت، بحسين فيصل. المستويات كلها قريبه جدا من بعض. فعلشان كده انت لما اللعيبه دي دخلت ما حسيتش بفرق. عمر كمال عبد الواحد كويس، احمد ياسين كويس، مهند في نص الملعب كويس، رفعت كويس بصراحه، حسين فيصل هايل، مصطفى فتحي طبعا. فهي الفكره مين يبتدي ومين يختم، دي حاجه بتاعه المدرب، لكن في الاخر كل واحد ليه قناعاته. انا شايف ان زيزو يبتدي، قفشه يبتدي، حسين فيصل يبتدي، محمد شريف يبتدي، من وجهه نظري ده الانسب. لان في الاخر برضو اللي هينزلوا قريبين جدا في المستوى. طيب. بعد الفصل هسألكم انتوا الاثنين اقوى خطوط المنتخب التونسي واقوى خطوط المنتخب المصري، بعد الفاصل مع كابتن سامي الشيشيني وكابتن وليد صلاح الدين. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين. اقوى خطوط المنتخب التونسي، الخط الهجومي. الخط الهجومي نسمي نعيم بالاقوى، يبقى يوسف المساكني اقوى واحد. وبعديه سيف الدين الجزيري هداف البطوله، وبعديه حنا بعل اللي تحتيهم، وبعديه نعيم السليتي. الاربعه دول طبعا مع الباص بتاع فرجاني ساسي، لكن الاربعه دول فيهم ميكس قوي. يعني حنا بعل لعيب متحرك طبعا، لعيب مانشستر طبعا طبعا، وهيبقى احسن من كده كمان. هو بيروح على الجون قليل، ما عندوش طبعا المهاره بتاعت يوسف المساكني، لكن هو متحرك، خبرات طبعا ومتحرك. لكن سيف الدين الجزيري بدماغه شغال، يمينه شغاله، شماله شغال، هداف فعلا. يوسف المساكني قوي جدا لو سلمته الكوره. أيوة. لو سبته يستلم مشكله. ليه؟ لان عنده حلول، هو هيلعبك على السبته. اول ما هتخش على طول هياخد على السبته. عنده الفكر بيتغير في جزء من الثانيه، يقدر يعمل 1 2، يقدر يقف على الكوره، يقدر يصلح. الناحيه الثانيه نعيم السليتي اقلهم شويه، لكن سريع وقوي. ومهم ان فتوح كمان يهتم بيه الجزء ده. انا شايف ان كيف نواجه هذا الخط القوي. بص يا كابتن، انا عندي خطين تقال جدا. وانا خايف انا اقول خط فيهم اقوى عشان ما اظلمش الخط التاني. يعني عندنا خط دفاع برجوع اكرم توفيق، بحجازي، بالونش، بفتوح، اللي انا بعتبره من افضل اللعيبه الموجوده في البطوله. عامل بطوله هايله. هايله. واتظلم ان هو ما خدش افضل لعيب في اي ماتش من الماتشات، فبالتالي انت عندك رباعي تقيل جدا ان شاء الله. رباعي تقيل جدا. ومش عايز اغفل حق نص الملعب. نص الملعب قوي، حمدي لما يكون معاه السوليه او معاه زيزو او معاهم مهند او قفشه او خط نزول. نزول زيزو ظبط شكل الفرقه شويه، يعني بدايه زيزو ظبطت شكل الفرقه شويه. بص يا كابتن، احنا عندنا مشكله في نص الملعب. ان الثلاثه اقوياء، ولعب مهند مع حمدي مع 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 السوليه، لكن المرونه اللي يزيد هي زيزو. طبعا اللي يزيد قفشه. لكن الثلاثه مع بعض مش هتلاقي النسبه الهجوميه عندنا عاليه. هتلاقي النسبه الدفاعيه عندنا اعلى من النسبه الهجوميه. لكن اللي بيعمل مرونه ويزود الكثافه الهجوميه هو زيزو او قفشه. بص الارقام دي حلوه قوي. عشان كده الثلاثه بتوع نص الملعب، انا بقول ان لازم يكون موجود فيهم قفشه او موجود فيهم زيزو. لو حبيت تلعب بثلاثه نص ملعب الاثنين موجودين، لو حبيت بقى حطيت زيزو قدام خلاص. بقى في الحته دي بقى فيها ميزه شويه. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نسال ازاي ممكن نسجل هدف باذن الله. كابتن وليد، باعتبار المذيع من حق اغير السؤال. لا براحتك ممكن. تمام. سيناريو الاحسن لمنتخب مصر. سيناريو يعني افتراضي. نفتكس يعني. سيناريو الافضل بكره ده حلو قوي. اول دقيقه نجيب جون ويطرد منهم واحد. سيناريو. لا يعني احنا السيناريو الحلو بالنسبه لنا ان احنا نضغط كويس قوي في نص الملعب. حلو. وربنا يوفقنا بهدف. بدري لاسباب كتير. رقم واحد، احنا مجهدين اكتر منهم. احنا لاعبين بعد تونس بيوم واحنا مكملين 120 دقيقه. المنتخب التونسي مستريح اكتر. فبالتالي احنا عندنا اصابات اكتر، عندنا اجهاد اكتر. السيناريو الحلو قوي ان احنا نجيب جون بدري ونرد نص ملعبنا
ونلعب على المرتدات. زيزو سريع، أفشا بيعرف يوصل كويس قوي، عشان كده انا قلت محمد شريف، لان لو خطفنا هدف بدري محمد شريف في المساحات ما بين بلال العيفة وما بين ياسين مرياح هياخد بشكل كويس قوي في المساحات. فده سيناريو حلو جدا ان انت ترد نص ملعبك وتلعب على الهجمات. طب اسال كابتن سامي، السيناريو الاخطر على منتخب مصر يخش فيك هدف بدري، لان انا مش عايز افتح الجيم، مش عايز العب في مساحه كبيره. انت لازم عشان تشتغل الفتره دي مع الاجهاد، مع اللعيبه اللي جايه من اجهاد مع تونس، خلي المساحات تبقى ضيقه. النهارده لو دخل فيك هدف هتضطر تفتح وتشتغل ضغط من قدام، وهتضطر ان انت تفقد مجهود كتير وانت لعب اكسترا تايم، وفي نفس الوقت مش مريح زيهم. فالسيناريو الأسوأ بالنسبه لي يخش في هدف. طيب اخر سؤال، هل ممكن تمتد المباراه لضربات ترجيح ووقت اضافي؟ ممكن طبعا لقوه الفرقتين، وان كنت علشان حته الاجهاد اظن انها هتخلص في التسعين دي. يا رب ان شاء الله تخلص لصالح مصر في التسعين دي. كابتن وليد نورتني وشرفتني حبيبك يا كابتن. كابتن سامي نورتني وشرفتني. اشكركم اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.